يا لهوي الساعة 9 المدرسة راحت على العيال. عيال ايه بس ومدرسة دي يا حبيبتي؟ العيال نايمين جوه. النهاردة الجمعة. نام نام. متأكد ان النهاردة الجمعة؟ ايوه الموبايل جنبك اهو بص فيه. الحمد لله النهاردة الجمعة. يا انا حلمت حلم غريب قوي. خير اللهم اجعله خير يا حبيبتي. ابدا يا سيدي خير اللهم اجعله خير. كنت نحنوح برضو كده في الحلم بتقول لي يا حبيبتي. هو عيب الواحد يقول لمراته اللي بيحبها يا حبيبتي؟ خير اللهم اجعله خير. لسه بحلم ولا ايه؟ قولي لي بس حلمتي بايه وايه اللي فزعك كده؟ قولي ده عشان قلتلك في الحلم يا حبيبتي. لا يبقى ما هي ريت جت على قد كده. حلمت بحاجات تانية غريبة قوي. قال ايه؟ لا انت بتقول ان النهاردة الجمعة؟ اه كده الاول. طالما النهاردة الجمعة ايه اللي مصحيك وانت فريش وايه النشاط اللي انت فيه ده؟ لا ما هو من هنا ورايح انا هصحى معاكي وقت ما تصحي ان شاء الله. تصحي من النجمة وانا بديك الساعة لما اصحى مع مراتي حبيبتي ونور عيني وقلبي وكل حاجة في حياتي وفطرها بنفسي. انجي 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 فوقي بقى يا حبيبتي تاني. هتتغابى يا علي ولا ايه؟ هتتغابى يا علي؟ انت بتثبتني علي ولا ايه؟ انت عايز تموتني؟ انا عايزك يا حبيبتي تشوفي القمر وهو بيعافر بين السحاب عشان ينور لك، وتسمعي زقزقه العصافير وهمس الشجر في قلب الليل وصوت الصمت بيهادر كموج النيل في قلب لا 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 كده كتير. في ايه في ايه في ايه في ايه يا علي؟ في ايه بيحصل؟ ممكن القمر يطلع الساعة 5 العصر ماشي، العيال نظيفة والبيت فلة يجوز، انما علي الطيب يقلب علي الحجار؟ لا كده كتير. وبعدين كمان بتقولي حبيبتي، كلمة دي حاسة ان بقى عليها تراب وعنكبوت من كتر عدم الاستخدام. انت بتسبل يا علي؟ بتسبل؟ انت بتخني يا علي؟ انت بتخني يا علي صح؟ بخونك ايه بس؟ ايوه بتخني علي. انت قلت لي الراجل يقول لمراته كلام حلو يبقى راجل شماله بيعض، ده يبقى بيعبر عن عميق حب ومكنون احساسه. اه طبعا لازم يبقى مكنون. يلا يا حبيبتي يلا ناكل قبل ما الاكل يبرد يا روحي. لا استنى، قلت ايه؟ الحته بتاعت مكنون احساسه دي؟ ادخل شمال بقى وكمل على طول. قلت ايه؟ اه يا روحي. الحمد لله everything is okay. هي هتفوق دلوقتي حالا. هي عندها ايه؟ عندها ايه؟ عندها شقة في الرحاب. امال حضرتك جاي تفحص ايه من الصبح؟ انا اصلا اقول للدكتور اللي شافها قال في ايه؟ الدكتور سمير. اقصد اقول يعني ايه اللي عمل فيها كده؟ ابدا يا اونكل، اصلي مامي وبابي كانوا بيعملوا حته من تايتانيك. حد يا راجل ينزل الميه الساعه في الجو ده؟ ميه ساعه ايه؟ ميه ساعه ايه يا دكتور؟ وجو ايه؟ مش المشهد ده خالص. الله، امال عملت انهي مشهد في تايتانيك يا خلبوز؟ لا يا اونكل ملحقوش هما المشهد العربية المشبرة. ولد يلا خد اختك خد اختك واخرجوا بره بسرعة. بص يا علي يا حبيبي، انت برضو غلطان. المفروض قبل اي حاجة يبقى في ملطفات مداعبات، مش تدخل عليها بالغشم ده. غشم ايه بس يا مدام رجاء؟ انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص يا دكتور سمير. انا كنت بلطف معاها بكلمتين لقيتها سرقت.
يا روسي، هو انا فين؟ الحمد لله على السلامة. انت في بيتك يا روحي. روحي تاني